تحول أنصار الرئيس المخلوع إلى طرف في الشرعية، وسرعان ما أصبحوا أبطال. في اليمن وحدها يكافأ القاتل والمجرم بن ياشين البطولة، هذا ما يحدث أو هكذا ترتفع الأصوات المنددة من الشارع اليمني. نحن مع ما أوصى به الزعيم. موجات احتجاج جراء القبول المباشر لشركاء الانقلاب ودعوتهم للانخراط في معركة استعادة الدولة دون تطبيق العدالة الانتقالية، أمر أثار حفيظة اليمنيين الذين رأوا فيه تفريطا بنضال 3 سنوات من كفاح شعب أجبر على المضي في المقاومة المسلحة لاستعادة دولته المخطوفة. لا يختلف اثنان على حق الجميع في الحياة والهروب من بطش ميليشيا الحوثي، لكن ليس من حق الجميع الحرب مع الوطنيين جنبا إلى جنب، ولا تزال أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء وبفساد عقود في الحكم. الذي بيقاتلوا في تعز إرهاب، كلهم دواعش، والذي بيقاتلوا في المخا دواعش، ولكن هناك رجال، هناك رجال وشخصيات بالقناصات تقوم. يقول متابعون إن قبول أنصار الرئيس المخلوع دون محاسبة بعد شراكتهم في تدمير بلد وجلب قاتل إمامي، دون تحقيق سقف العدالة الانتقالية تجاه كل المتورطين في جريمة الانقلاب والغدر بالجمهورية، هو جريمة موازية وعمل ممنهج يفتت ما تبقى من شرعية اليمنيين. اتهامات كثيرة تطال ما يسمى بالقوة الانتهازية التي تأكل عصا الشرعية من الداخل وتعمل على تفتيت الشرعية بالفساد واشترار أدوات الماضي. فاليمنيون لم ينسوا التقويض الممنهج من قبل صالح لدولتهم والذي توج بانقلاب أسود. 3 سنوات حرب من أجل استعادة الشرعية ودحر الانقلاب، غير أنها لا تخلو من سوء إدارة في الداخل ومن حليف يمارس سلوك المحتل في المحافظات الجنوبية ويحول دون بسط الشرعية سلطاتها على كامل الأرض المحررة. الحليف الإقليمي أوجد مجموعات خارج الدولة في الجنوب، ومثلها سيحاول إيجادها في الشمال حتى تتأكل الشرعية وتنتهي كما تقول الشواهد. مؤخرا بدأت مساع جديدة لإنشاء معسكرات بقيادة نجل شقيق الرئيس المخلوع خارج سياق الشرعية وهدف استعادة الدولة، أمر يؤكده تقرير صادر عن فريق الخبراء الدوليين التابع للجنة العقوبات المفروضة على اليمن، الذي وجه سهام النقد للدور السعودي والإماراتي لدعمهما جماعات مسلحة مختلفة تعمل على تقويض سلطة الحكومة الشرعية. وبين انتهازية الداخل ومطامع الإقليم، يخشى اليمنيون من محصلة نهائية تفضي إلى وجود أكثر من حفتر في اليمن وتكرار السيناريو الليبي. أمام كل هذا البلاء، يرى مراقبون أن على الشرعية الالتزام بحل الملفات العالقة والحرب تحت سقف الدولة، وأن تتمسك بالمرجعيات 3، وما دون ذلك يعني أن تطلق الشرعية على ذاتها رصاصة الرحمة.